ارتأينا أننا نعملوا واحد العقد اللي يكون في نفس الوقت كيحمي الزبون من بزاف ديال الخروقات اللي كيوقعوا, وفي نفس الوقت غادي يساعدنا احنا كمصورين باش نرفعوا من المستوى ديال الخدمة ديالنا. هذا العقد غادي يكون متوفر عند الناس في المختبرات والمحلات ديال التصوير اللي كتحمي الجامع, كتجعل المصور يقوم بالواجبات ديالو كامله ويزيد في الجوده ديال الخدمه ديالو, والزبون كذلك يقدم الالتزامات ديالو كامله. هذا الاجتماع كيجي في تكميل واحد مجموعه الخطوات اللي قامت بها الجمعيه منذ التاسيس ديالها في اطار تقنين القطاع وإصلاح مجموعة ديال المشاكل اللي كيتخبط فيها القطاع, خصوصا الشق اللي كيتعلق بالحفلات الأعراس وما إلى ذلك. بالطريقة القديمة كان لا الزبون ولا المصور إذا في حالة وقوع مشاكل ما كيعرف حتى شي واحد ما له وما عليه, وفي غياب واحد العقد اللي كيجمع ما بين الطرفين كيصعب, كيكون من الصعب جدا تحديد المسؤوليات. دابا من خلال هذا العقد اللي غادي يطرحوا الان الجمعيه كنحددوا فيه المسؤوليات ونحددوا فيه واحد مجموعه ديال الامور اللي غادي تمشى عليهم سواء الزبون او المصور, ومن خلاله في حاله وقوع بعض المشاكل اللي يمكن, وهذا امر وارد اللي يمكن على ضوء نلجؤوا هذا العقد لاجل فض النزاع اللي يمكن يوقع ما بين الطرفين. هذا العقد غادي يكون توفر عند الناس في المختبرات والمحلات ديال التصوير في الوقت اللي كيجي كيطلب الزبون خدمات ديال التصوير من هاد الناس هادو, كيعمروا هذا المطبوع ومن خلاله كيتم التوقيع ما بين الطرفين, وكياخذ كل واحد النسخه منه كيحتفظ بها حتى كيكمل الخدمه اللي هذا ويتسلم الزبون يتسلم الامور ديالو. بعدها يمكن يوقع بلي انه استلم في حاله ما كانت تقاست الامور بشكل حبي وبشكل عادي, كيمكن له يستلم هذا يتوقع انه استلم بشكل نهائي وكتقاز الامور. في حاله حدود ديال مجموعه ديال الامورات كاين واحد مجموعه ديال البنود واحد مجموعه ديال الواجبات اللي يمكن كتخلل هذا العقد هذا اللي يمكن تحل المشاكل بواحد السلاسه واللي ما كانتش متوفره قبل هذا العقد هذا. هذا العقد هذا عملته الجمعيه باش يكون واحد التواصل ما بين الكليان والاستوديو على حسب المشاكل اللي كيوقعوا لهم بزاف ديال التفاهم, يعني بالنسبه للاعداد ديال الصور ولا اعداد ديال السوايع ديال الكاميرا باش ما يوقعش مشاكل من بعد لا عملتي لي بزاف او لا عملتي لي قليل او لا او لا او لا, وحتى بالنسبه للجوده ديال الصور ولا الفيديو. كاين بعض الاستوديوهات عندهم العقود تقريبا بحال هيدا, ولكن الاغلبيه عندهم العشوائيه, يعني كيتفاهم معاه باش يصور له, يا اما الكليان كيتقلب على كيف كيشوف الصور جاتو بزاف او شي حاجه كيقول له لا بزاف عليا, وهذا كيوقع واحد شويه ديال الهضره, يعني واحد نقاش بيناتهم او لا ناحيه اخرى ديك الجوده ديال الصور اللي عملوا ماشي هي هذيك, يعني حتى ديك السيد اللي جا صور له ما كيكونش كفء عندك بجوج بهم, لا 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 بالنسبه للمصور ولا بالنسبه للزبون, بجوج بهم غادي يحملوا ويتعرف عنك الجمعيه كيف جات الجمعيه باش كتعرف هاد الناس هادو شكون هما اللي كيصوروا ولا اي حاجه يعني متعلقه بالتصوير, زعما كان هذا العقد هو اللي بحال اللي جمعاته. نظرا للمشاكل العديده اللي كتحصل في المناسبات كاين بزاف المشاكل كتحصل ما بين يعني الزبون والمصور, ارتأينا اننا نعملوا واحد العقد اللي يكون في نفس الوقت كيحمي الزبون ياك من بزاف ديال الخروقات اللي كيوقعوا بزاف ديال من الناس من الاحتيال, وفي نفس الوقت غادي يساعدنا احنا كمصورين باش نرفعوا من المستوى ديال الخدمه ديالنا والخدمات ديالنا. فاش كيجي الزبون مثلا باش يعطي العربون عند المصور كنعمروا هذا العقد هذا فيه جميع الاتفاقات جميع انواع الخدمات اللي غيتفقوا عليها الطرفين. هنا في الخلف ديال العقد عملنا الواجبات
يعني المصور شنو كيخصو يقدم تجاه الزبون والزبون كذلك. من بينها ان يعني المصور خصو يحضر في الوقت المحدد، خصو يجيب يعني الادوات ديالو كامله اللي غادي يشتغل بها، خصو اكيد اكيد الجوده، وكذلك اذا وقع شي اضافه مثلا من عند هذا خصو يوقع التفاهم عليها من جديد. اعضاء المكتب هما اللي قاموا بهذا العقد هذا، هما اللي كانوا تقريبا شي 5 ديال الجلسات، كل مره كتبدل كتزاد حاجه كتنقص حاجه كتزاد حاجه حتى خرجنا بهذه الصيغه النهائيه هذه اللي كتحمي الجامع، كتجعل يعني المصور يقوم بالواجبات ديالو كامله ويزيد في الجوده ديال الخدمه ديالو، والزبون كذلك يقدم الالتزامات ديالو كامله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.